جميعا بفيديو جديد لليوم. اليوم الفيديو حيكون ردتي على الفيديو اللي عملته اللي تسألوني فيه أسئلة عشان أعمل لهيدا الفيديو اللي هو سؤال وجواب. هذا الفيديو حيكون بس للكومنتس الأسئلة اللي أنتوا حطيتوا لي إياها، ولازم نبلش بأول كومنت. خلينا نبلش. السؤال الأول واللي هو بيقول كم عمرك وأي صف أنت ومتى راح تتحجبي؟ بتمنى كتير يطلع سؤالي. اسمي سدال من فلسطين، أحبك كتير. أول شغلة عمري 18 سنة، بالصف 12 آخر صف إن شاء الله. أمتى راح أتحجب؟ بعد الصراحة سؤال صعب، بس إن شاء الله قريباً. هي طلع سؤالك يا سدال، أهلا وسهلا فيك وبأهل فلسطين وأهلي، أنا فلسطينية يعني. أهلا وسهلا فيك، نورتينا سدال. السؤال الثاني، سؤالي أنت وين ساكنة وشو جنسيتك وشو هي ديانتك وأنت بأي صف وشو هي أكتر شغلة بتزعجك؟ بتمنى ما أكون كترت أسئلة. أفكار متنوعة. بعتين لي وين ساكنة؟ أنا ساكنة بلبنان صور تحديدا. جنسيتي فلسطينية. ديانتي مسلمة. أنت بأي صف؟ قلت صف 12. أكتر شغلة بتزعجني هي الكذب، وأنا كتير 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 بحبكم. اللي بعده، أنت كتير بايخة وصوتك يزعجني، ما بعرف بس مشتركة بقناتك وسؤالي صح عاملة تمليس؟ أنا بايخة I know، عارفة نفسي صوتك بيزعجني. يعني كل واحد عنده رأي. ما بعرف بس مشتركة بقناتك، شكرا. يعني هذا الشيء منيح إلي الحمد لله. سؤال عاملة تمليس، عاملة تمليس صح. What's your favorite food dude؟ شو أكلتي المفضلة؟ نودلز. أمينة ديجر دجوري. أنا أمينة. أمينة، أنا أمينة من الجزائر. أهلا وسهلا فيك وأهل الجزائر. سؤالي هو كم طولك؟ طولي 1.68 سنتي. شو أكلتي المفضلة؟ النودلز. بحبك كتير أنا كمان، كلكم بحبكم. أنت شو مخصصة بالمدرسة؟ الترمينال مثل SE سوسيو إيكونوميكس. هينا جوابنا على السؤال يا آية الأمين، أهلا وسهلا فيك، ابعتي رقمك. اللي بعده، فاطمة أيوب، يسلموا لأنك عملتي فكرتي. أهلا وسهلا فيك، أكيد أنا بعمل أفكاركم أصلا. بتسألني فاطمة أيوب بتقلي كم خاي عندك؟ أنا الصراحة ما عندي إخوي صبيان، انا عندي نحنا بالبيت 4 بنات وماما وبابا وانا الوسطانية. اهلك عرضوكي بفتح القناة؟ لا ابدا، بالعكس هن اللي شجعوني. اي جامعة بعد؟ لأس بعد ما بعرف اي جامعة بدي ادرس، بس بعتقد العربية. شو هدفي ب 2019 اللي بدي حققه؟ أنا هدفي ب 2019 إنه حقق حلمي وانشهر بأسرع وقت ممكن. تبعك من لبنان من الضاحية، أهلا وسهلا فيكي وبأهل الضاحية كمان. شو بدك تطلع بالمستقبل؟ على ما أعتقد يوتيوبر ومديرة أعمال. هذا السؤال من جنى هدى، أهلا وسهلا فيكي. سؤالي هو وين عايشة وشو اسمك انت من وين اي صف؟ اتمنى يطلع تعليقي. سنوات غزال تي في، اهلا وسهلا فيكي. وهي طلع تعليقك. شو اسمك انت؟ اسمي مريم درويش. من وين؟ اصلي فلسطين، اصلي من فلسطين، عايشة بلبنان وتحديدا بصور صف ترمينال. صف كم؟
هيدا تعليق تاني واللي هو بيقول كم عمرك 18؟ وش بكون مستقبلك؟ مستقبلي ما عندي مستقبل، ما عندي مستقبل. مستقبلي هو انه اسس عائلة وتكون مشهورة وادرس ادارة اعمال وصير مديرة اعمال وهيك هيك اشياء. اتمنى يطلع سؤالي. طلع سؤالكم يا شوشو 16، اهلا وسهلا فيكم. اللي بعده امول كي دي بتقلي all time fave song. اول شغلي عم تقلي انه اللي ما بيعرف انجليزي all time fave song اغنيتي المفضلة هي افريل لافين wish you were here. biggest fear اكيد خوفي الكبير هو الله. تاني خوف الي هو الحي والابرة اكيد. do you have any regrets؟ عندي اي شيء انا بحياتي كلها ندمت عليه؟ كتير اشياء، في كتير اشياء. embarrassing moment، وقت محرج، لحظة محرجة صارت معي. هلأ في كتير اشياء محرجة صارت معي، بس مرة كنت عم شوط الطابة انا عم بلعب فوتبول فطار صباطي معه. بتذكر وقتها كنت صغيرة، وقتها كتير 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 استحيت. favorite book، كتابي المفضل هو حاليا ما عندي، بس انه يعني اكتر شيء انبسطت فيه انه انا عم بقرأ هو everything everything. اللي بعده سارة اسماعيل، اهلا وسهلا فيك يا سارة. مين الشخص المستحيل ترفضي له طلب؟ اكيد امي، لانه لازم برفض لهاش طلب. تعرفوا انتوا كلكم شو بصير. شو المثل او الحكمة اللي بتطبقيها بحياتي؟ انه ما في حدا في يسعدني غير نفسي. love you so much، love you too more. اللي بعده السؤال اللي بعده من دينا هويدي، اهلا وسهلا فيكي. who do you aspire to be like؟ شو يعني شو طموحاتي اكون مثل؟ ما عندي طموحات اكون مثل حدا، بس انه عندي طموحات انه انا اصير مشهورة. طموحي بس انه انشهر. who do you think you resemble more، your mom or your dad؟ يعني انا مين بحس حالي بشبه اكتر، امي ولا بيي؟ للصراحة للصراحة كشكل بابا وكحركات بابا هو صغير، بس اسا بس كبرت صرت حس شوي بشبه امي داخليا. what is your favorite food؟ my favorite food is noodles. celebrity crush James Charles sister. لا صراحة ما عندي crush بس انه celebrity يعني crush، بس انه يلا. السؤال اللي بعده وانصرنا ضيانا، امتى بدك سوي ردة فعل على الكي بوب؟ الكي بوب كتير عم تنطلب مني، وهذا شيء اكيد 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 حاعمل عليه رياكشن اكيد، لانه كتير صارت كذا شخص قايل لي تحبين دايلر؟ اكيد دايلر بحبه. ولو قولي اسمي فداء، اهلا وسهلا مني فيك يا فداء. اللي بعده ايا يويا، اهلا وسهلا فيكي. كيف خطرت على بالك فكرة اليوتيوب؟ من اول ما خلقت وفكرة اليوتيوب براسي. كريم بيقول لي اكتر موقف صعب مرقت فيه بحياتي. ما عندي موقف صعب. امتى حتعمل رياكشن على الكي بوب؟ كي بوب مثل ما قلت حاعمل رياكشن قريبا جدا. سؤالي هو في الايام القادمة بتسوي فيديوهات مشتركة مع الاخرين ولا لا؟ كرامة قبل السنوات، اهلا وسهلا فيكي. اكيد حسوي، بس هيك شوي شد الهمة سبسكرايبرز والجمهور. اكيد 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 حعمل فيديوهات مشتركة، هذا شيء طبيعي. والسؤال الثاني، هل تعرف في ناس من اليوتيوبر مثلك ومتواصلة معاهم ولا لا؟
اكيد اكيد بعرف خمسة متواصلة معاهم كمان. تحبيني كوين ليان؟ تحبيني اكيد كلكم 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 بحبكم. اذا وصلت مليون مشترك شو رح تكون ردة فعلك؟ ما بتخيل اصلا اوصل لمليون مشترك وشو حتكون ردة فعلي، لانه مش حاطة امل اصلا يكون اوصل للمليون، الا هيدا الشيء فضلكم اذا حقدر اوصل ولا لا. شو نوع موبايلك؟ هواوي ميت 10 لايت. شو برنامج المونتاج؟ المونتاج اللي على الكمبيوتر ادوب بريمير برو سي اس 6. شو برنامج المونتاج انه اللي على التليفون؟ هو كويك. انا بستعمل اثنين، يا على الكمبيوتر يا على الموبايل حسب السرعة. وهيك بكونوا خلصوا الأسئلة لليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وشير، وبس تشتركوا بالقناة فعلوا جرس التنبيهات لا يوصلكم كل شيء جديد. بحبكم كتير بحبكم كتير، وما تنسوا تشتركوا بالقناة. بشوفكم بالفيديو أو الفلوج اللي بعده. باي.